بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المناقب. وكنا توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب، ولم يذكر له ترجمة، ولكن ذكر العديد من هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أولى الروايات التي تكلمنا بصددها رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، أن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه، كما ذكر ذلك القيس صلى الله عليه وسلم. إبا إن كان يعلم ذلك، إن كان خاف عليه الأمر إبا لا حرج، ولكن إن علم ذلك ونسب إلى غير أبيه مع علمه قال إلا كفر بالله. قلنا المقصود بالكفر هنا هو كفر النعمة، كفر النعمة، إبا ليس الكفر الناقل عن الملة، ولكن المقصود كفر النعمة. ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار، يبقى خرجت على سبيل التغليظ والوعيد الشديد أن ينسب إلى قوم ليس هو منهم، كما أن هذا الإنسان بينسب إلى غير أبيه ويعلم يبقى إلا كفر بالله. وإذا نسب إلى قوم هو ليس من هؤلاء القوم، نقول أنه مثلا من قبيلة كذا أو من عشيرة كذا أو من عائلة كذا وهو لم يكن منهم، يبقى أيضا هذا كذب وهذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. قال فليتبوأ مقعده من النار. ثم ذكر الرواية التالية، رواية عن وائل بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه وأن يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. هذا من أعظم الفرى، من أعظم أيضا الذنوب وأعظم الافتراءات. يبقى هذا افتراء، يبقى هذا بيفتري الكذب، ولذلك قال أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. يبقى ده إذا نسب إلى غير أبيه، ولكن هو يعلم كما بينا في الرواية السابقة. أو يري عينه ما لم ترى، يعني قال رأيت في المنام كذا وكذا، هو لم يرى، لأن الرؤية من الرحمن عطية، يعني هذه رؤية من الرحمن عطية. يبقى إذا قال أن الله تعالى أراه كذا على رؤية، يبقى الرؤية دي من الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده افتراء، وكأنه يقول أن الله تعالى أعطاه ولم يعطه، يبقى هذا أيضا كذب، هذا افتراء من أعظم الفرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ممكن الإنسان يتساءل وكأنه يتساءل، لم يرى في الأمر إيه بأس، ولكن هذه عطية، يقول أن الله أعطاه وهو لم يعطه، فهذا كذب وهذا زور. ولذلك قال أو يري عينه ما لم ترى، يبقى الكلام ده موجود عند طوائف من الناس، يعني دايما كده في مثل بيبقى منتشر ما بين الناس أن الله تعالى يحب عبده الفشار ولا يحب عبده النكار. النكار اللي هو ينكر، يعني يجحد نعم الله، لا الفشار قال أن الله أعطاني أعطاني. شو ينظر بقى إلى قلب الحقائق وتزييف الأمور، فالله تعالى لا يحب هذا ولا ذاك، ده في كلا الأحوال يبقى ده كذب، ده جحود ونكران وده كذب. فلذلك قلنا ده مثل منتشر عند الناس بين الناس أن الله يحب عبده الفشار، اللي هو يقول أن الله تعالى أعطاني وأعطاني وكأنه يتكلم بنعم الله، والله تعالى لم يعطيه ذلك الأمر، يبقى ده كذب، هذا افتراء، هذا من أعظم الفرى. ده احنا بنتكلم على مسألة الرؤية فقط، يري عينه ما لم ترى، رأيته في المنام كذا وكذا وكاذب، يعني هذا من أعظم الفرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ممكن الإنسان يرى أن ده يعني على ذلك، يعني هو لم يتعدى على حقوق الناس، لم يتعدى، ولكن ده افتراء، يقول أن الله أعطاه ولم يعطيه.
فلذلك احنا ينتبه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فدي امثله بقى، في امثله اساسا ممكن موافقه لشرع الرب سبحانه وتعالى، وفي امثله مخالفه كهذا المثل. يبقى الله تعالى لا يحب الاول ولا الثاني، لكن نقول على ذلك قال ان ده مش جاحد لنعم الله، ما فيش لا مفهوم مخالفه اللي مش اللي بحيث ان نقوله لو قال اعطاني واعطاه ولم يعطيه يبقى ليس فيها شيء، لا هذه ايضا كذب بل من اعظم الفرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا او يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. عشان كده الانسان لابد ان يكون حريص جدا عند الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد من التثبت، لابد من التثبت. في روايات كده مركبه، يعني هذه روايه كده يستحسنها الانسان، لكن قبل النطق بها لابد ان تعلم سند هذه الروايه ومدى صحه هذه الروايه ومتى ثبوت هذا الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان في وعيد شديد جدا، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا وعيد، قال فليتبوأ مقعده من النار. والانسان لو حكى الكذب حتى لو لم يتعمد فهو كذاب. يبقى لو الانسان حكى هذا الكذب وهو اساسا لم يتعمد فهو كاذب، يبقى ده كذاب، لانه هو بيحكي كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. وزي الاحاديث الموضوعه، يبقى هذه احاديث قالوا لم تثبت، ولكن ممكن يكون تركيبه الكلام يعني بيستحسنها الانسان، فانتبه. يبقى لا تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانت الا وانت متثبت من صحه هذا الكلام المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يا ترى اين سند هذا الكلام؟ فين سنده؟ في اي كتاب من كتب السنه نراه؟ ومدى تصحيح وتضعيف العلماء لهذه الروايه؟ يبقى التثبت كده، حريص الانسان على نفسه الا ينسب كلاما الى النبي صلى الله عليه وسلم الا ان كان فعلا صحيح وكذلك ثابت على عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال او يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، أن ده أمور تشريعية ولا تعرف التشريع إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان حريص جدا مهما كانت الرواية يعني على ذلك رأى حسنة، يبقى لا تتحدث بها إلا بعد التثبت من صحة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن في البعض بيتأول، البعض يتأول، قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالوا نحن نكذب للنبي ليس على النبي، يعني نكذب للنبي عشان مثلا يحببون الناس في الطاعة أو في أي يعني أمر من هذه الأمور، يخترعون أحاديث ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب تحفيز الناس أو حث الناس على فعل تلك الطاعة، وهو كذب. فهم يقولون نحن نكذب للنبي، لا نكذب على النبي، لأن الرواية بتقول من كذب علي متعمدا، يبقى ده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا نحن نكذب للنبي، كأنهم يقولون نكذب لصالح الدين، فعلى ذلك ده كذب وده كذب، بس ده ما عصي الله إلا بالتأويل، وزين لهم الشيطان أعماله، ده من تزيين الباطل، يعني من تزيين الشيطان الباطل لأمثال هؤلاء، ودايما نجد أن الشيطان بيستحوذ على الجهال. ده إنسان جاهل أساسا بيستحوذ عليه الشيطان، يبقى نجد أن الجهل هذا عنصر الشيطان يستطيع أن يستحوذ على الإنسان من خلاله. لذلك يبقى في قواعد كده وثوابت عند الإنسان لا يتعداها. يبقى من القواعد أنني لا أتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد التثبت واليقين أن هذا الكلام فعلا منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذا سند صحيح، كلام صحيح في نسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي جمرة رحمه الله قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن من هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام، فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا. قال أمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم،
وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. قال أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. فبيذكر هنا قديم وفد عبد القيس وهم من ربيعة، ليسوا من مضر، ليسوا من مضر، أن ده المقصد من إرادة ذي رواية. قال رسول الله إنا من هذا الحي من ربيعة، قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، يبقى هم ليسوا من مضر لكنهم من ربيعة. فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام، فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا. يبقى كلام مجمل، قلنا لأنهم لا يستطيعون أن يستطيعون أن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في شهر حرام، وكانوا في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم. يبقى لو كان هناك حروب قائمة بين هذه الطائف رغم أنهم على الكفر، ولكن كانوا يعظمون الأشهر الحرم، إن جاء شهر حرام يبقى على ذلك قعدوا أمسكوا عن الحروب، إذا انتهى عادوا مرة ثانية. وبالتالي من أراد أن يمر بين هؤلاء، مع أنهم دول يعني هذا عدو للأول عدو للثاني والثاني عدو للأول، لكن لما يكون في شهر حرام على ذلك لو مر بين هؤلاء القوم لا يتعدون عليه، لا يعتدون عليه. فلذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن من هذا الحي ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام. يبقى ليه؟ لأنهم كانوا يعظمون الأشهر الحرم. يبقى تخيل كده قتال دائر ما بين هذه الطائف الجاهلية، يأتي شهر حرام يبقى على ذلك يرفعون الأمر، يرفعون السلاح، وبالتالي على ذلك يمسكون عن الحرب. إذا انتهى عادوا مرة ثانية يستكملون، لكن كان عندهم تعظيم للشهر الحرم، للأشهر الحرم. لذلك قالوا فلسنا نخرج عليك في كل شهر حرام، فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا. يبقى يتعلمون ويطبقون، وكذلك يفعلون هذا عن طريق نشر وإذاعة ذلك العلم، وبالتالي ونبلغه من وراءنا. ولذلك يبقى الإنسان حريص جدا أن يبلغ ما يتعلم، يبقى يبلغ من يبقى يجعل له بيئة يتحدث في هذه البيئة من خلال ما تعلم. قلنا حتى لا يكون كاتما للعلم، حتى لا يكون كاتما للعلم. دايما كده نتذكر يعني كما احنا بنؤكد دايما من خلال هذا الكلام الذي ذكره أبو هريرة رضي الله عنه، لولا آيتان في كتاب الله، فالآيات ده هي التي بينطلق من خلال الإنسان، وبالتالي يسعى لنشر وإذاعة ذلك العلم حتى لا يقوم بكتمه في صدر. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توب عليهم وأنا التواب الرحيم. يبقى المطلوب إيه؟ مطلوب الإنسان يبين. قلنا البيان معناها قم بنشر ما تتعلم، لا تكتمه أبدا، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع، بلغ عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده إجابية المسلم أن يشارك أساسا في إزالة وإزاحة الجهل عن المجتمع. يبقى المسلم يشارك كده مشاركة إيجابية في إزالة وإزاحة الجهل عن المجتمع، لأن لما ينتشر ذلك العلم في المجتمع يبقى هذا المجتمع هيحدث فيه الألفة، الترابط، المودة، التآخي، التآزر، يبقى مجتمع كلحمة واحدة. فلذلك قال ونبلغ من ورانا، قال أمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة، أمركم بالإيمان بالله، وقالوا أتدرون ما الإيمان بالله؟ فقال الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. قلنا دي أوعية كانوا ينتبذون فيها، يعني كانوا يعني أساساً بيضعوا فيها إن كان التمر أو العنب أو غير ذلك ويتركونها حتى يتخمر ليكون لهم خمراً، فكانت دي أوعية يستعملوها في ذلك، فنهاهم عن ذلك ثم رخص لهم. قلنا يبقى هي ليس لحرمة في ذات الأشياء دهية، ولكن دي كانت وسيلة من الوسائل وكانوا ينتبذون فيها الخمور، فأراد منع الوسيلة ابتداء، منع الوسيلة. فلذلك دي كلها كانت أوعية ينتبذون فيها، فنهاهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك رخص لهم في استعمال هذه الأشياء. دايما الوسائل لها حكم المقاصد.
وسائل لها حكم المقاصد. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرة. العنب دي ثمرة طيبة، ولكن هو أساسا نعلم أن هذا ما أخذ العنب إلا لتحويله إلى خمر. فلما احنا نعرف كده يبقى على ذلك يمنع بيع العنب لمن يتخذه خمرا، مش لحرمة في العنب، ولكن الحرمة أساسا ده هيستعمل في حرام، فأي أمر يفضي إلى حرام بيأخذ نفس الحكم. يبقى أي شيء بيأخذ يعني بيفضي إلى حرام يأخذ نفس الحكم، أنها وسيلة. يبقى نقول على ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في زمن الفتنة. بيع السلاح ليس بحرام، ولكن في زمن الفتنة، لأن الآن نعلم أنه لا يستخدم إلا في التقتيل وإراقة الدماء، يبقى النهي عن كده لهذا السبب، لكن ليس لحرمة موجودة في نفس الشيء. فالوسائل دايما لا حكم المقاص. ثم ذكر رواية عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ألا إن الفتنة ها هنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. حيث يطلع قرن الشيطان، يبقى قال يشير إلى المشرق حيث يطلع قرن الشيطان، وعلى ذلك قال: ألا إن الفتنة ها هنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. ثم ذكر باب ذكر أسلم وغفار ومزينة ودهينة وأشجع، كلها من مضر، كلها من مضر. قال في رواية عن عبد الرحمن، قال في رواية عن عبد الرحمن بن هرمز اللي هو الأعرج رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار ودهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: غفار غفر الله لها، وأسلم سلم الله، عصية عصت الله، عصت الله ورسوله. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سلمها الله، وغفار غفر الله لها. أيضا في رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر ابن صعصعة؟ فقال رجل: خابوا وخسروا. فقال: هم خير من بني تميم ومن بني أسد ومن عبد الله بن غطفان ومن بني عامر ابن صعصعة. أيضا الرواية الأخيرة رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بايعك سراق الحديد. سراق الحديد من أسلم وغفار وزينة، احسبه قال وجهينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة، قال احسبه قال وجهينة، خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان خابوا وخسروا؟ قال نعم. قال: والذي نفسي بيدي إنهم لخير منهم. فبيذكر هنا باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع، فقال أنهم كلها من مضر. قال في هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ولا قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع: موالي أنصاري. قال: ليس لهم دون الله، ليس لهم مولى دون الله ورسوله. وذكر لماذا، يعني يا ترى ليه؟ لأنهم كانوا أسرع في الاستجابة للإسلام لما دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أسبق ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أيضا وهو على المنبر: غفار غفر الله لها، وأسلم سلم الله، وعصية عصت الله ورسوله. يبقى كأن الإنسان له حظ ونصيب من اسمه، يبقى لما قال غفار غفر الله لها، لها حظ ونصيب من ذلك الاسم. أسلم سلمها الله، عصية عصت الله ورسوله، فيبقى الإنسان كأنه له حظ من اسمه. لذلك الإنسان ينتقي الاسم الطيب لولده، بينتقي الاسم الطيب لولده. وكان النبي
صلى الله عليه وسلم بيغير الأسماء المكروهة إلى أسماء أيضا محببة إلى النفوس، وكأن الإنسان له حظ إيه من اسمه. فلذلك قال غفار غفر الله لها، دعا لها وأسلم، سالمها الله، عصية عصت الله ورسوله. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. يبقى دعا لهم أيضا صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا أسرع استجابة لما دعاهم إلى الإسلام. لذلك ذكر رواية عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان بني عمرو بن صعصعة؟ فقال رجل خاب وخسروا، قال هم خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان بني عمرو بن صعصعة. قلنا السبب في ذلك إيه؟ السبب لأنه كانوا أسرع إجابة من هؤلاء في لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. لذلك قال أيضا تصحيحا للمفاهيم كما يقول أبو بكر رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بايعك سراق الحديد، يتكلم عن هؤلاء القوم بيقضح فيهم يعني دول اللي بايعوك أساسا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم وغفار ومزينة وجهينة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان خابوا وخسروا؟ قال نعم، قال والذي نفسي بيده إنهم لخير منه. الخيرية كانت إزاي؟ في سرعة استجابة هؤلاء إلى الإسلام في دخولهم إلى دين الله عز وجل لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، استجابوا على الفور فكانوا لهم السبق في هذا الأمر، وبالتالي الخيرية كنتيجة لسبق هؤلاء في دخولهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب التالي باب ذكر قحطان، ذكر قحطان، وإلى قحطان بتنتهي أنساب أهل اليمن. فذكر قحطان احنا مرت طبعا علينا رواية، يعني هذه رواية لما ذكر معاوية رضي الله عنه وقال أن عبد الله بن عمرو بن عاص يحدث الناس يكون ملك من قحطان، فغضب معاوية رضي الله عنه، فغضب معاوية، لكن ده كلام ثابت. لذلك قال باب ذكر قحطان، القحطاني ده يبقى أيضا هيكون له مكانة وله أيضا قوة ويسمع له. قال باب ذكر القحطان، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. يبقى يسوق الناس بعصاه دي كناية عن الملك، يعني كناية عن الملك، يعني هو يبقى كحال الراعي مع الغنم، يبقى ده الراعي بتاع الغنم أي هيكون له أيضا إيه قيام على المسلمين. هذا القحطاني قال لا تكون ساعة يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، قالوا إن القحطاني ده هيكون بعد المهدي، القحطاني ده هيكون بعد المهدي ويسير على سيرة المهدي، على سيرة المهدي، يعني هيبقى موجود في زمن عيسى عليه السلام، في زمن عيسى عليه السلام. وقالوا وكأن عيسى عليه السلام ينيب على الأمور مهمة وشؤون هامة فيقوم عليها القحطاني، بدأ هيكون بعد المهدي يسير على سيرة المهدي، ويكون أيضا في زمن عيسى، وأن عيسى يوليه، يعني يوليه بعض الأمور العامة والأمور الهامة يقوم بها. يبقى الكلام دوت يبقى مش هو رجل أساسا عنده شرور أو مضرة على المسلمين، لا، ده هو في زمن عيسى عليه السلام معلوم حيتم القضاء على الدجال أولا وأجوج وماجوج، وتكون هذه الطائفة التي آمنت مع عيسى، وأن الله تعالى يأمر الأرض بإخراج البركة لغير ذلك. فقالوا أن القحطاني يسوق الناس بعصايب له، دي كناية كده إشارة إلى الملك، وأنه له يعني رأي وله نفوذ،
والقحطاني ده هيبقى بعد المهدي ويسير على سيرة المهدي، ويكون أيضا عيسى عليه السلام يوليه كنائب في بعض الأمور الهامة. ثم ذكر باب ما ينهى عن دعوة الجاهلية، قال باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. ذكر رواية عن عمرو بن دينار رحمه الله أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي سلول بن أبي بن سلول: لقد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. وذكر رواية عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ده الشاهد من الكلام، قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال: باب ما ينهى من دعوى الجاهلية. قال: دعوها فإنها منتنة. يبقى العصبية الجاهلية، عصبية الجاهلية، يبقى نقول أن فلانا يتعصب لقومي أو لعشيرتي ولأهلي حتى لو كان الظلم صدر منهم، يبقى دي عصبية جاهلية. يبقى نقول الإنسان يناصر الحق، يعني يناصر الحق، لا يناصر بقى العشيرة أو القبيلة أو العائلة حتى لو كانت مخطئة أو كانت ظالمة أو متعدية. ده كان التناصر ما بينهم في الجاهلية، هذه دعوة الجاهلية. يبقى كانت النصرة ما بينهم أساسها ليس نصرة للحق ولكن نصرة للقبيلة، عصبية جاهلية بقى، عصبية. لذلك قال: دعوها فإنها خبيثة، دعوها فإنها منتنة. والسبب في ذلك كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، رجل لعاب يعني قالوا الطال بيلعب بالحراب لغير ذلك، فكسع أنصاريا يعني ضربه على دبري، فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا. لما هذا المهاجر فعل ذلك يبقى غضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، ترشقوا بقى بالكلام لغير ذلك، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا المهاجرين. كل واحد بيدعو على قومي وعلى قبيلتي على عشيرتي على أنصاري. فعلى ذلك اجتمع القوم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ عصبية جاهلية، عصبية جاهلية، كل واحد بيدعو القوم الذي ينتسب إليهم. وبالتالي على ذلك يبقى أجابوا هذه الدعوة، يبقى أجابوا، وبالتالي بدأوا كده يبقى هيحدث تراشق وتقاتل ما بينهم. طب ايه السبب في كده؟ كل ينصر من ينتسب إليه، طب أين الحق؟ يبقى المطلوب كده لما يدعى الإنسان لذلك، انظر أين الحق، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لو كان مظلوما عرفنا هننصره ازاي، يرد ايه، هيرد له ذلك الحق. إن كان ظالما يبقى نأخذ على يديه، يبقى ده انصر أخاك ظالما أو منصورا أو مظلوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا انظر بقى الرواية دهيت، لو الواحد أراها كده يبقى كأنها بتدعو العصبية الجاهلية. لا، يبقى لابد من الفهم أساس الروايات، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني كأن كده يعني هي دعوة للجاهلية، العصبية الجاهلية، انصره كده إن كان ظالما أو مظلوما نتيجة الانتساب للأسرة أو العائلة أو العشيرة أو القبيلة. لا، بيّن ذلك. لذلك الصحابة فهموا وقالوا: طب هذا مظلوم ننصره، كيف نظلم الظالم؟ أن تأخذ على يديه. فبين المسألة، تنصر الظالم إزاي؟ ترده، تنكر عليه ذلك الأمر، تأمره أن يستقيم على ربه سبحانه وتعالى ويترك الجور والظلم، يبقى أنت مأمور بذلك. يبقى لذلك الصحابة دايما كده ما أشكل على الصحابة كانوا يسألون، يعني إحنا لو خدنا رواية كده
يبقى بكلامها بنفس المنطوق يبقى ممكن الإنسان يفسرها كما يرى هو كما يرى. لا، الصحابة عارفين يعني الشريعة أساسا بتنهى عن التعدي عن الجور عن الظلم، فكيف أنصره؟ يبقى ده المظلوم عارف أنصره إزاي، يبقى على ذلك أعينه حتى يرد له ذلك الحق. طب الظالم، عشان كده كان سؤال الصحابة رضي الله عنهم. ليه؟ لأن دي معلوم أن يعني هذه الشريعة لما جاءت بتزيح وتزيل الظلم والجور حتى عن الأعداء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، تقول الله إن الله خبير بما تعملون. يبقى حتى ده مع الأعداء، يبقى لابد من العدل والإنصاف، ويعني عداوة هؤلاء ما تحملكش لا تحملك على الظلم والجور. يبقى العدل والإنصاف يبقى مع القريب ومع البعيد، مع القريب والبعيد، ما فيش مجاملة. يبقى ليس هناك مجاملة في دين الله، ده قريب كده احنا نحبيه وده بعيد على ذلك كل الجور والظلم. لا، القريب والبعيد يبقى شأنهم شأن واحد في مسألة العدل والإنصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، عداوتهم ما تدفعكش كده للجور والظلم، اعدلوا وأقرب للتقوى، اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يبقى العدل والإنصاف حتى مع الأعداء، لكن بيبقى دي عصبية جاهلية، وبالتالي كيف ننصره؟ تركنا اللفظة كده كل واحد يفسر اللفظة بهواه، لا، دايما نعود كده إلى أهل العلم، نعود أيضا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يسألون عما أشكل عليهم من هذه الأمور. ولذلك قال نصر ذلك الظالم بردع عن ظلمه، بردعه، يبقى أن تقف في وجه ذلك الظالم حتى لو كان قريبا لك أو من أقرب الناس إليك، تقف في وجهه حتى تدفع عن ظلمه وعن جوره ويعود ويستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. لذلك قال ما بال دعوى أهل الجارية، ثم قال ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجر الأنصاري، قالوا أن المهاجري ده اعتدى وضرب ذلك الأنصاري على دبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة، ليدعوها فإنها منتنة، ليه؟ العصبية الجاهلية. خلاص جاء الإسلام لكي يكون الترابط ما بين أفراد المجتمع، مبناها على الألفة والمودة والترابط. ليه؟ لأنهم يتوجهون في عبادتهم لإله واحد وقلوب مؤتلفة على كتاب ربي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما فيش أساسا مجال لهذه العصبية الجاهلية. جاء الإسلام وأزال وأزاح ذلك من طريق المسلمين. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، روايات كثيرة جدا بتحث على ذلك، يعني تحث على ذلك الأمر، وهذا الترابط ما بيننا كمسلمين يبقى مبناه على الإسلام، مبناه على الإسلام. أخوة الإسلام أقوى من أخوة النسب، أخوة الإسلام أقوى من أخوة النسب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بما أمرنا سبحانه وتعالى، يبقى الولاء للمسلمين والبراء من الكافرين، ولا المسلمين كانوا يعني ليس هناك بينك وبينهم نسب، والبراء من الكفار حتى لو كان بينك وبينهم نسب. فأخوة الدين بتقدم على أخوة الإسلام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هو الإيمان كده، الإيمان ده موازين الإيمان، يبقى على ذلك اعتبارات لأخوة الدين مقدمة على أخوة النسب. يبقى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها في النار خبيثة. وقال عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين أقد تداعوا علينا، لرجعنا إلى المدينة لخرجنا العز منها الأذن. يبقى أيضا يعني أنه بينتظر أي يعني خطأ أو مخالفة حتى يعني يعود إلى سيرته ويحاول أن يفرق بين المسلمين. فقال عمر رضي الله عنه ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ خبيث عايز يحدث فتنة بين المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابا حتى واستحق ذلك تركه من أجل المصلحة. وهذه قاعدة دائما مصلحة والمفسدة، مصلحة والمفسدة، يبقى في مصلحة ومفسدة أيهما أرجح؟
فالقرار بيتاخد بناء على هذه الرؤية. احنا مر علينا ايضا الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها لولا حداثة هؤلاء القوم بالكفر لقام بهدم الكعبة وإقامة الكعبة على قواعد إبراهيم، على قواعد إبراهيم. فعلى ذلك، لكن إيه اللي منعه؟ ما الذي منعه من ذلك؟ حدث هؤلاء القوم مخافة أن يحدث عندهم فتنة، فترك ذلك من أجل المصلحة. وكان يتألف هؤلاء أيضا بالمال، يتألفهم، ولا لماذا؟ في مصلحة أساسا يتألف هؤلاء، مع أنه لم يشاركوا أو غير ذلك، لكن كان تأليفا لهم في مصالح ومفاسد. قاعدة دي من قاعد الهمة، يعني من قاعد الهمة. فأي الأمرين أرجح؟ هل المصلحة أرجح من المفسدة، ولا المفسدة أرجح من المصلحة؟ احنا الكلام ده بنراه في كتاب الله عز وجل، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما اسم كبير ونفع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. فكانت الحرمة معني فيها نفعه، ولكن التغليب هنا لجانب المفسدة، تغليب هنا لجانب المفسدة، هنا غلب الجانب، فنقول هذا يستحق القتل، ولكن لم يأمر بقتله حتى لا يتحدث الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل أصحابه. لسه المسألة محتاجين الناس يدخلون إلى دين الله عز وجل، يعني في مصلحة ومفسدة. فدايما بس هي تطبيق القاعدة دي تحتاج إلى علماء ثقات، عشان نطبق الكلام ده تحتاج إلى علماء ثقات. فين المصلحة؟ فين المفسدة؟ أنت قد تنظر المفسدة أعظم وهي المفسدة أقل من المصلحة، أو تنظر المصلحة أعلى وهي المصلحة أدنى من المفسدة. اللي يقيس كده بيبقى علماء ثقات يزنون ذلك الأمر، لكن دي قاعدة بتطبق، قاعدة المصلحة والمفسدة. وبالتالي دايما إحنا يعني ننتبه أن الأمر ده بيرد إلى أهل العلم الذي نثق في دينهم وفي علمهم، وبالتالي على ذلك يخرجون لنا ذلك الأمر. في مصلحة ومفسدة في نفس الأمر، أمر ذاته في مصلحة ومفسدة نفس الأمر. هسه أي الأمر أغلب؟ المصلحة أغلب ولا المفسدة؟ يبقى ده محتاجه، زي ما احنا قلنا يسألون عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، يبقى الخمر فيها منافع، فيها منافع، ولكن اسمهما أكبر من نفعهم، فكانت التحريم. يبقى كان في مصلحة فيها مصلحة، لكن المفسدة أعظم، وبالتالي كان التحريم لذلك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تبي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.